صار يقول الناس الشيخ اللي يسأل أخيكم التسبيح لأنه يسأل سائل يقول هو جماعة ولا فرادة؟ شو؟ في الحديث قلت استغفروا لأخيك وسوى التثبيت فإنه الآن يسأل. اللهم اغفر لفلان، اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم ثبته على الحق. الميت جماعة ولا فرادة؟ كل واحد يدعو بنفسه، كل واحد يدعو بنفسه.